الرحيم. اليوم 96 للحرب على غزة، هذه الحرب المستمرة منذ 97 يوما. نحن الآن نجهز طرود غذائية في منطقة مخيم الشاطئ. نحن الآن في مخيم الشاطئ، ولكن رغم الظروف الصعبة ورغم الظرف الصعب جدا إلا أننا في الميدان نتابع دورنا وجهدنا وعملنا في هيومن أبيل أستراليا من أجل خدمة أهلنا ومن أجل توصيل المساعدات المختلفة لهم. إلا أننا بحمد الله سبحانه وتعالى استطعنا أن ننقذ هذه المواد التي كانت مخزنة للظرف الصعب الذي نحن فيه الآن. واليوم يجري تجهيز هذه الطرود، كما نرى تعبأ الطرود وتجهز من قبل فرق العمل الخاصة بهيومن أبيل، ويتم من ثم يتم توزيعها على العائلات النازحة والمقيمة في مخيم الشاطئ، بعد أن المخيم الذي يضم 120 ألف نسمة في ظرفه الطبيعي، لكن الآن من هو موجود في المخيم الجميع سيتم استهدافه من خلال هذه الطرود والسلات الغذائية التي تمثل حقيقة يعني مصدر حياة للناس. اليوم ربما تجهيز الطرد الغذائي، السلة الغذائية بمحتوياتها المختلفة التي ذكرناها كما نرى، والسمن ومعلبات اللحوم، معلبات التونة والتمر، وطبعا يضاف لها بعد ذلك خارج الطرد يكون جالون السيرج أو زيت الطبخ الذي يستخدمه العائلات خاصة. وأن الأكل حاليا والوجبات حاليا معظمها من الأرز، لأن الطحين مفقود في سوق قطاع غزة تماما، حتى المساعدات لا تصل إلى داخل قطاع غزة أو إلى داخل شمال قطاع غزة، لذلك اعتماد السكان والأهالي والنازحين وغيرهم في مراكز إيواء وفي بيوتهم على الأرز، لذلك يتم تجهيز والمعلبات. طبعا هذه المعلبات التي يعني هي مش غير موجودة في السوق المحلي حقيقة الآن، ولكن هي كانت موجودة لدينا ضمن يعني التخطيط الاستراتيجي والتخزين الذي يعني قمنا به استعدادا للمراحل الصعبة في هذه الحرب، واستطعنا بحمد الله سبحانه وتعالى أن نجهز من خلاله هذا الطرد بمحتوياته المختلفة، حتى يعني يكون نجعله بين أيدي يعني أهلنا المكلومين والمجروحين والنازحين والمعذبين في قطاع غزة.